نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل في تطبيق بيكسار. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على بيكسار، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، من ثم سوف نقوم بقفزة تشغيل واي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن بيكسار خاص بكم، تفيض هنا على هذا الشكل، وينما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم بيكسار. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة.